ربيع مواطن تونسي مولود في طنبك الصيف، ما يحبش الشتاء، عمره 25 سنة، متر 82 84 كيلو، خدمته يقولوا في روسي، أما هو ماهوش فاهم فاش قاعد يعمل. ربيع كي كان صغير مرض مرضى كبيرة، بوه وأمه حاولوا معاه كل شيء، دواوه بالعربي هذا أبي مبروك، دواوه بالسوري خير جاك خير جاك دور بيفي نفهاد، دواوه بالهند مفهاد. ربيع اليوم عنده رونديفو باش يخرج يتعشى مع طفلة الحمها على الانترنت، وربيع ما يتعشى كان عند ولد الحاج. دخلت الطفلة حاسقة روحها مهبلة روحها، مشات الأمور ستة زيت، والسيرفور من اللي دخلت الطفلة وهو يشلل في عينيه. ربيع بيناتنا شمها قارصة، سيرتوك حتى هي شاهية وتنكس. جا السيرفور باش يخولك ماندا، طلبت الطفلة أم كحورية وطلب ربيع مدفونة. وكي جا السيرفور ماشي خسرت الطفلة وقتلوه. أفرح مين عادم؟ فرح بهم. ربيع حسها ما عادش فيها، لعب ورقة الفكاهة، حكى لها نكتة شدها الضحك، حكى لها نكتة أخرى ماتت بالضحك. تلمون ضحكت قامت تطير في الماء، كي رجعت ما لقاتش ربيع، خاطر كي هي بطات والعشاء زاد بطا. ربيع مسكين هزو النوم.